بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قلنا في دور الانعقاد الأول بأن البلدان لا تبنى إلا من خلال عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الوضع المادي أو المالي لكل جوانب الأمور المالية، وأيضاً في الجانب الآخر العنصر البشري، وكيف يمكن أن يخدم العنصر البشري البلد في تنميتها وتطويرها وتحقيق الصالح العام. وكان في تركيز رئيسي، هذا التركيز يتمثل كيف يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. وعلى هذا الأساس تقدمت في دور الانعقاد السابق بخمس قوانين خاصة في تعيين القياديين، خمس قوانين مختلفة تعالج طبيعة تعيين القيادي. شلون يتعين القيادي؟ بالوضع الحالي، بالتلفون، بالبراشوت. لابد من تنظيم هذه العملية، ولذلك قد أفرحني في يوم الأمس عندما أعلن رئيس اللجنة المالية ومقرر اللجنة المالية عن إقرار قانون القياديين. هذا القانون اللي مفترض فيه إنه يمنع تعيينات البراشوت، إنه يمنع تعيينات الكيف والمزاج، إنه يمنع إن واحد صاحب سلطة ويعين قريبة أو واحد يصير له أو واحد يعز عليه أو من ربع ديوانيته. وبالتالي إذا كنا نريد فعلاً أن نبني بلد، علينا أن نختار الأمناء الأقوياء الذين يكون لهم مركز في إداراتهم، يستطيعون أن يقودون البلد نحو مستقبل أفضل. فتركزت معظم هذه القوانين عن كيفية الإعلان عن الوظيفة القيادية. شلون نعرف إن في وظيفة قيادية فاضية؟ في أحد يعرف؟ يتناقلون الناس بالأخبار، هل هناك إعلان رسمي؟ لا يوجد إعلان رسمي، لذلك وجدت نصوص لتنظيم الإعلان الرسمي عن شغل الوظيفة القيادية. شروط التقديم للوظيفة، من اللي فيه المميزات هذه اللي يقدر يتقدم لهذه الوظيفة بناء على شنو؟ شروط الترشيح للوظيفة، شلون يترشح هذا الشخص للوظيفة القيادية؟ أيضا هناك ضوابط. لجنة متخصصة لاختيار المرشحين، مو وزيري يختار ثلاثة يرشحهم مجلس وزراء يعتمدهم. لجنة متخصصة قائمة على أساس فني لاختيار المرشح. معايير المفاضلة بين المرشحين، شلون أفاضل بين المرشحين؟ ليش أختار فلان ما أختار فلان؟ أيضا وجد الضوابط لمعيار الكفاءة. أيضا حددت مدة، كنا نعاني بالفترة السابقة بأن هناك من يجلس على وظيفة القيادية 20 و25 وصلت لي 28 سنة لين صارت عندنا بوقة، ولحسن الحظ تم اكتشافها يعني بعد 28 سنة. وبالتالي ما يقعد الموظف أو القيادي في منصبه أكثر من 4 سنوات، تجدد مرة واحدة بالنسبة للوكيل المساعد، وإذا ترقى هذا الوكيل المساعد إلى وكيل أو وجد وكيل بشكل مباشر تجدد له مرتين، يعني 4 سنوات و4 سنوات و4 سنوات، أخيرا 12 سنة كحد أقصى. لذلك كان لابد أن أشير إلى شكر اللجنة المالية على قرارها يوم الأمس باعتماد هذا القانون، ومثل ما أشرنا بأن
قد قدمنا 5 قوانين في دور الانعقاد السابق تتعلق في تعيين القياديين. قد يكون للحكومة وجهة نظر، بالنسبة لي على الأقل أقول فشلت فشل ذريع طوال السنوات السابقة بتعيين قياديين، ولذلك كنا نرى بأن البلد من أسوأ إلى أسوأ، وبالتالي لن يكون عنصر المجاملة موجود في تعيين القياديين في حالة إقرار هذا القانون. أدعو إخواني النواب مجتمعين بأن يتم التركيز على هذا القانون وإقراره بالفترة القادمة، لأن هذا الوضع راح ينقل من إلى. وبالنسبة حق الإخوان اللي يحبون نظام التلفون ويبون يعينون ربوعهم، أقول لك هذا القانون في إصلاح للبلد. إذا كنت تحط مصلحتك الخاصة وكرسيك في كفة ومصلحة البلد في كفة، أقول لا بارك الله بكرسي، خليك تفضل مصلحتك على مصلحة البلد. وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون يحمل صفة أولوية، خصوصاً أن اللجنة المالية الآن بعثت إلى الإخوان المفروض في مكتب المجلس أو الأمانة العامة لإدراجه. وبالتالي أتمنى أن يكون هذا القانون، وهي دعوة أيضاً توجه إلى مكتب المجلس، بأن يكون هذا القانون يحمل صفة أولوية وبالتالي يعرض حتى نتخلص من آثار كثيرة قد وقعت على البلد بالسابق. إذا في أي سؤال أنا حاضر. بس بالنسبة لمحمد الموقف الحكومي، يمكن أغلب الجهات الحكومية يعني ترى أن القوانين الموجود فيها والقرارات الموجود فيها حاليا يعني كافية ولا حاجة لإطار قانون التنظيم للعيون القياديين. يعني رافضينه؟ أغلب ما يهمني أنا رافضينه ولا لا، رأي الحكومة تقوله في الجلسة. ويبقى التصويت النهائي بيد النواب. وبالتالي الحكومة تحط المبررات اللي تبيها، عرضتها في اللجنة، تعرضها في القاعة، يبقى التصويت النهائي على هذا القانون للنواب. وبالتالي يعني أعتقد الآن النواب أمام مسؤولية تاريخية لإقرار مثل هذا القانون، إلا اللي تحدثنا عنهم من اللي بيحافظ على كرسية على حساب مصلحة البلد. لاحظنا الفترة الأخيرة يعني عرض لجان بصورة مكثفة، فبدأ يعني تصورك مدى تعاون يعني بالنسبة لعقد اللجان؟ أنا أعتقد اللجان متأخرة جدا في انعقادها. في بعض اللجان صار لها الآن، على سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان، 6 اجتماعات لم تعقد، فبالتالي في خلل في انعقاد اللجان. الآن في لجان قاعد، بعض اللجان قاعد تنعقد، نعم صحيح، هذا ما كنا نقوله في بداية دور الانعقاد عندما تم إقصاء مجموعة من اللجان كانت نشطة جدا في دور الانعقاد الأول. اليوم قاعد ناخذ نتائجها في عدم انعقاد بعض اللجان. أشكر اللجان اللي قاعد تعقد وعلى التقارير اللي قاعد تصدرها في هذه الفترة، وأدعو بقية اللجان إلى 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 يعني الاجتماع وإنجاز الأمر. بنهاية الأمر الحكومة تعاونت مع مجموعة من النواب، هذا ما يخفي على حد، في عملية انتخابات اللجان، وهذا الآن ما نتجرع نتيجة هذا التعاون السيء. تعاون المجلس والحكومة، تعاون المجلس والحكومة مرتبط ارتباط وثيق بمدى قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات النيابية. متى ما تجاوبت الحكومة مع الملفات النيابية المهمة فالتعاون موجود، متى ما تخاذلت الحكومة مع اقتراحات النواب، خصوصا المفروض هذا دور الانعقاد يعني يركز على التشريع. احنا طول الانعقاد السابق نقول احنا في المطبخ، قوانيننا في اللجان، الان بدت هذه القوانين تطلع على جدول الاعمال. لذلك تعاون الحكومة مرتبط ارتباط وثيق بمدى قدرتها على انها تتعاون مع المجلس فيما يراه بشأن القوانين. أنا صار لي يمكن فترة طويلة ما كنت موجود هنا، لذلك أي سؤال في أي موضوع يعني بالفترة اللي طافت. لا يعني نتكلم عن جلسة غدا،
أنا أعتقد بكرة يمكن أول قانون نناقش قانون استكمال مناقشة قانون الجيش اللي يدعو إلى أن غير محددين الجنسية يكونون ضباط صف الجيش بناء على مشروع قانون تقدمت فيه الحكومة. أعتقد بأن هناك جزئية يجب أن تعدل في القانون، جزئية بسيطة فنية غير متعلقة في الموضوع. راح ندرس هذا الوضع في الجلسة يوم القد، وراح نقدم ملاحظاتنا حتى لا يشوب هذا القانون العوار، وبالتالي أعتقد هذا أول موضوع. الموضوع الآخر، منذ قليل يعني زودني الأخ صالح عاشور بطلب تقديم قانون المعاقين على جدول الأعمال، وقعت على هذا الطلب. أعتقد أن هذا الطلب راح يكون له يعني صفة الأولوية أو التقديم عما عدا في جدول الأعمال بالنسبة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. بقية جدول أعمال الجلسة مرتبط أيضا قانون العسكريين، التجنيس، في قوانين معينة مرتبطة بجلسة الغد. اي يعني ايضا هذا امر مهم، مع كامل الاحترام والتقدير لمن لديه وجهة نظر اخرى، الا ان موضوع عدم حبس النواب الا بعد حكم تمييز بات، اعتقد انه يحمل صفة الضرورة عفوا لسبب منطقي جدا. لما يصدر حكم استئناف بحق نائب ويحبس هذا النائب ويمنع من ممارسة صلاحياته الدستورية ويجي حكم التمييز بعد ذلك ويبرئ هذا النائب، وين النائب من هذه الفترة اللي حبس فيها؟ كيف منع هذا النائب من ممارسة حقوقه الدستورية؟ وبالتالي أنا أعتقد، والبعض يقول ليش تميز النائب عن المواطن؟ بكل بساطة لأن النائب يمتلك مميزات مختلفة عن المواطن. النائب يملك حصانة وفق المادة 111 من الدستور وكيفية التعامل معها لا يملكها المواطن بحكم عمله، مو لأن النائب مميز عن المواطن بس بحكم عمله. وبالتالي كيف تقيد هذا النائب من ممارسة عمله لفترة محدودة وقد يكون حكم النهائي براءة البات؟ وبالتالي نحن نرى بأن هذا القانون يجب أن يكون. أيضا هناك قانون آخر متعلق بحبس المدانين بجرائم معينة بأن يحكم عليه بالاستئناف حسب قانون الخدمة المدنية 15 يوم يفصل من وظيفته، بعد ذلك ممكن يصدر حكم التمييز ويبرئه. شلون على وظيفته اللي خسرها؟ وبالتالي وجدنا أيضا أن هذا التعديل يجب أن يكون بأن لا يفصل الشخص من وظيفته أو المدان من وظيفته إلا بحكم تمييز بات. في أي شكرا جزيلا.